موضوع السلام، في موضوع كده انزلق نفسيا على الناس كلهم وما بتفوتوا كثير. الموضوع بتاع المسارات ده، المسارات الخمسة اللي اتعملت دي، عشان يتزرق في العقل السياسي السوداني ويتزرق في الوجدان السياسي السوداني ويتزرق في الخطاب السياسي السوداني تمهيد موضوع تقسيم السودان لخمس دول. عشان يتزرق على القصة دي. أولا نحن موضوع كلامنا في السلام واضح جدا، قضايا السلام ذات طبيعتين. القضايا التي تناقش في السلام ذات طبيعتين. قضايا ذات طبيعة حالية آنية الآن تتعلق بوقف العدائيات، بوقف إطلاق النار، بالترتيبات الأمنية، بهكذا أمور. وقضايا تتعلق بطبيعة الدولة السودانية وهويتها، بطبيعة الدولة السودانية وما يمكن أن تنتهي إليه هذه الأقاليم من حكم ذاتي أو تقرير مصير، ليس لأي حكومة انتقالية غير منتخبة وحركات مسلحة ليس لديها تفويض شعبي إلا تفويض السلاح أن تناقش قضايا تتعلق بطبيعة الدولة. الحركات دي تتحول لقوة سياسية وتجي تمارس العمل السياسي، وكلنا نحتكم لهذا الشعب، والشعب يختار حكامه، ونعمل مؤتمر دستوري نحدد به هوية بلدنا، نحدد به الأقاليم دي الموقف فينا يكون شنو، يدوا حكم ذاتي، يدوا تقرير المصير، نعزز الوحدة الموجودة. هذه كلها قضايا ذات طبيعة لها صفة الديمومة، ما صفة مؤقتة، ولذلك لا تناقشها مؤسسات مؤقتة. فالكلام ده يكون واضح يا جماعة. ثلاثة الخمسة تماما، وليس ثمة مشكلة الآن تحتاج مفاوضات سلام موجودة في الشمال، وليس ثمة مشكلة تحتاج مفاوضات سلام موجودة في الوسط. ثمة مشاكل مطلقية موجودة في جميع بقاع السودان، ما في الشمال ولا في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب، بس السودان ده كله في الخرطوم دي، في في قضايا مطلبية تتعلق بالكهرباء، بتمديد شبكة الكهرباء، تتعلق بتوصيل شبكة المياه، تتعلق بالصحة، إقامة مستشفيات، إقامة كذا، تتعلق بالتوظيف ومعالجة البطالة، تتعلق بإصلاح مشروع الجزيرة، إصلاح مشاريع النيل الأبيض. هذه قضايا مطلبية موجودة تعالجها حكومات إقليمية وقومية وحكومات ولائية بالتنسيق بيناتها، وتعالج هذه المسائل، ما محتاجة مفاوضات سلام. لكن إذا إحنا سكتنا على أن نسجل في تاريخ السودان أنه في خمسة وفود مشت فاوضة في مفاوضات سلام عن أقاليم الخمسة، أعرفك أن زرعنا هذا المصطلح في الأدب السياسي بتاعنا، في المصطلحات السياسية بتاعتنا، في الخطاب السياسي بتاعنا، أعرف إحنا بعد كده مشينا خطوة ثانية لا يمكن نرجع منها. بنكون مشينا خطوة في اتجاه إيش؟ في اتجاه التقسيم.